ثم قال المؤلف: الكلام وما يتأجف منه. هذه ترجمة، وأصلها: هذا باب الكلام وما يتأجف منه. ففيها محذوفان: المحذوف الأول المبتدأ، والثاني الخبر الذي هو المضاف، حذف وأقيم المضاف إليه مقام، فصار الكلام وما يتألف منه، أي ما يجتمع منه الكلام. قال: كلامنا لفظ مفيد كافتقد. كلامنا ابن مالك رحمه الله من أئمة النحو، فإذا قال كلامنا وأضاف الكلام إلى نفسه ومن كان على مثل شاكلته، صار المراد كلامنا نحن النحويين، احترازا من الكلام في اللغة، لأن الكلام في اللغة أعم مما قاله رحمه الله. الكلام في اللغة يطلق على كل شيء، كل ما تكلم به الإنسان من مفيد وغير مفيد فإنه كلام في اللغة العربية. لكن عند النحويين الكلام لفظ مفيد، لفظ، وهو ما ينطق به اللسان، فخرج بهذا القيد الكتابة والإشارة والعلامات التي تكون والعقد في الأصابع، فإنها تفيد ما يفيده الكلام وليس الكلام. الإشارة مثل أن أقول لشخص يعني روح. الكتابة أكتب، فالكتابة تفيد ما يفيده الكلام لكنها ليست لفظا. العقد في حديث صفة الفراش عقد 53، يعني أن العرب تعقد بأصابعها عقودا تدل على عدد معين، هذا أيضا مفيد لا شك ويقوم مقام الكلام، لكنه ليس أفضل فلا يكون كلاما عند النحويين. الرابع النصب، العلامات مثل علامات الطريق، يوضع مثل علامات الطريق أحجار أو أخشاب مرطوبة أو غيره بدون أن يكتب عليها شيء، هذه كأنها تقول لك الطريق من هنا، فهي قائمة في مقام النطق لكنها ليست لفظا فلا تكون كلاما. إذا خرج بكلمة لفظ إيش؟ أربعة أشياء. وقوله مفيد، مفيد ما معنى الفائدة؟ الفائدة يقولون هي أن يفيد الكلام فائدة يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم ومن قبل المخاطب، بمعنى أن المخاطب لا يترقب شيئا سوى ذلك، يعني يستفيد فائدة ما يترقب ولا يتشوه في شيء آخر. فإذا قلت أذن المؤذن فهنا هل تترقب شيء آخر؟ لا، أذن المؤذن تمت الجملة فلا تحتاج إلى شيء. إذن هي كلمة، هو لفظ مفيد. إذا قلت إن أذن المؤذن فهنا لا يحسن التفكير، طيب أذن المؤذن وش يسوي؟ فالمخاطب إذا قلت إن أذن المؤذن يترقب شيئا يستفيد به، الآن لم تفده شيء، علقته بهذا الشرط وسيكون في ذهنك كل الاحتمالات، إن أذن المؤذن قامت القيامة، إن أذن المؤذن خرجنا من المسجد، إن أذن المؤذن صار كذا وكذا، ما أدري كل شيء قبل. إذن هل أفدته بهذا؟
الكلام هنا لما زاد أذن المؤذن تام، إن أذن المؤذن زدنا إن فنقش، نعم، ويرغب بها. يقول ما شيء إلا زدته نقش. نقول هو الكلام المفيد إذا دخلت عليه أداة الشرط، كلام المفيد إذا دخلت عليه أداة الشرط جعلته غير مفيد، جعلته نقش. طيب، وقال المؤلف كلامنا لفظ مفيد، لم يذكر أن تكون الفائدة جديدة أو غير جديدة أطلق. فإذا كان مفيدا فسواء كانت الفائدة جديدة أو معلومة من قبل، فإنه يكون كلاما عند النحويين. فإذا قلت السماء فوقنا، السماء فوق، فهل هذا كلام؟ نعم، لأنه أفاد. ويرى بعض النحويين أنه إذا لم يأتي بفائدة جديدة فإنه ليس بكلام، ولكن الصحيح بلا شك أنه كلام. صحيح أن المخاطب لم يستدل الفائدة المطلوبة، لكنه كلام. لو خاطبت به من لا يعلم لاستفاد فائدة جديدة. وقوله فاستقم، الكاف هنا للتمثيل، يعني مثاله استقم. استقم هذا لفظ مفيد، أليس كذلك؟ طيب، كيف أفاد وهو من كلمة واحدة؟ نقول هو كلمة واحدة لكن في ضمنها كلمة أخرى، لأن قولك استقم أي أنت، ففيها ضمير مستتر وجوبا، فهو في حكم الظاهر. وعليه فلا يحتاج أن يكون الكلام مركبا من كلمتين، فأكثر تركيبا محسوسا، بل إذا ركب ولو تركيبا تقليديا فإنه يعتبر كلام. إذن اشتغل كلام أن يكون لفظا خرج به أربعة أشياء: الإشارة والكتابة والعلامات والعقد. مفيدا خرج به ما لا يفيد، فإنه لا يسمى كلاما. والمراد بالفائدة ما يحسن السكوت عليه، سواء كان متجددة أو غير متجددة، ما دامت الفائدة فهو كلام. طيب، إذا قلت ربنا الله كلام ولا غير كلام؟ كلام، لأنه مفيد. نبينا محمد كلام لأنه مفيد. النار حارة كلام لأنه مفيد وإن كان فائدة معلومة. الماء جوهر سجاد مفيد كذا. طيب، إذن متى أتى المتكلم بكلام يحسن السكوت عليه فهو كلام عند النحويين، سواء كان فائدة متجددة أو لا. طيب، وإذا قلت إن قام محمد كهل فيه، لأن المخاطب إيش؟ لم يستفد، يتلقب. طيب، إذا قام محمد ماذا يقول؟ طيب، يقول واسم وفعل ثم حرف للكلم، يعني أن الكلم والكلم يساهل أن واحده كلمة، الكلم جمع كلمة، والمراد به كلام الناس، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فبدأ بالاسم لأنه أشرف الأقسام الثلاثة،
ثم ثنى بالفعل بالواو دون ثم، إما لضيق النظم وضرورة الشعر، وإما لأن الاسم والفعل ليس بينهما كما بين الاسم والفعل والحرف، وأخر الحرف لقصوره ولأنه لا يمكن أن يكون له معنى في نفسه. صح، الحرف ليس له معنى في نفسه، من حرف جر لو تأتي بها من نفسرت منها شيئا أبدا، لا يعرف معنى الحرف إلا بغيره. الفعل يعرف معناه بنفسه وإن كان ليس كلاما، لو قلت قام عرفت معنى فيها. الاسم البيت مثلا تعرف معنى البيت، لكن من وجميع الحروف لا تعرف معناه، فهو متأخر رتبة. إذا قال قائل ما هو الدليل على أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ قلنا التتبع والاستقراء، أن العلماء الذين اعتنوا باللغة العربية تتبعوا كلام العرب ووجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة، الاسم والفعل والحرف. فإن قال قائل ما تقولون في أسماء الأفعال مثل مه وصر وما أشبهها، هل تجعلونها قسما رابعا أو تجعلونها من الأقسام الثلاثة؟ نقول من الأقسام الثلاثة، ولهذا نقول اسم فعل، فمثل صح بما نكتب، كما تقول محمد تسمي به شخصا، فأنا سميت أسكت بكلمة صح، ولهذا نقول اسم فعل يعني اسما دالا على فعل، كما يدل العلم على الشخص. واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة، يعني واحد الكلم الذي ينقسم إلى أقسام كلمة، وعلى هذا فهو اسم جنس جمعي كذا أو اسم جمع. اسم جنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء، بالتاء مثل شجرة وشجر، وبالياء مثل رومي وروم وإنس وإنسي. طيب واحده كلمة، والقول عام، القول عام، كلمة عام تحتمل أن تكون فعلا ماضيا، يعني أن القول عام الكلام والكلمة، وتحتمل أن تكون اسم تفضيل، أي القول أعم، يعني أعم من الكلمة وأعم من الكلمة، وتحتمل أن تكون اسم فاعل حذفت منها الألف تخفيفا، والتفضيل والقول عام، ولكن أحسن التقديرات أن نجعلها فعلا ماضيا، لأن إذا جعلناها فعلا ماضيا لم نحتج إلى شيء. أما إذا قلنا اسم تفضيل معناها أن حذف منها شيء. ما الذي حذف؟ الهمزة. وإن جعلناها اسم فاعل حذف منها شيء وهو الألف. إذا جعلناها فعلا ماضيا لم يحدث منها شيء وحصل المقصود بذلك. إذن القول يعم، يعم إيش؟ يعم الكلام والكلمة، الكلام وهو اللفظ المفيد يسمى قولا، والكلمة تسمى قولا، عرفتم؟ طيب إذا قلنا قام محمد نسميه كلام، ونسميه قولا، ونسميه كلمة، لا. وإذا قلنا محمد فقط
نسميه كلمة ونسميها قولا ولا نسميها كلاما. إذن فالقول عمة الكلمة والكلام. طيب، وكلمة بها كلام قد يؤم، يؤم بمعنى يقصد، يعني قد يراد بالكلمة الكلام، قد يراد بالكلمة الكلام. وما هو الكلام الحجاج؟ هو لفظ مفيد، يعني قد يراد بالكلمة التي هي قول مفرد قد يراد بها الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو المراد بها في القرآن والسنة. المراد بالكلمة في القرآن والسنة هو الكلام، يعني كلما وجدت كلمة في القرآن أو في السنة فالمراد بها الكلام، ليس المراد بها القول المفرد. طيب، ومن ذلك قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. الكلمة هنا وش يعني بها؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، جمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة ربيع: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما الذي قال الشاعر؟ كلام ولا كلمة؟ ما هو؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إذن قول ابن مالك قد يؤم، نقول إن قد هنا للتحقيق وليست للتقليل، ويجوز أن نجعلها للتقليل باعتبار اصطلاح النحويين. تورد من جماعة، يجوز أن نجعلها للتقليل باعتبار اصطلاح النحويين، لأن النحويين لا يريدون بالكلمة الكلام، يريدون بالكلمة القول المفرد، فيجعلون مثل قام محمد يجعلونه كم كلمة؟ كلمتين، قام ومحمد، هذا اصطلاح النحويين. فعلى هذا نقول إن قد في كلام ابن مالك إما للتحقيق وإما للتقليل، لكن للتحقيق باعتبار اللغة العربية، فإن اللغة العربية تعني بالكلمة إيش؟ الكلام. حتى لو كانت خطبة مؤلفة من ثلاث صفحات فهي في اللغة العربية كلمة. أو للتقليل بناء على إيش؟ على اصطلاح النحويين، لأن الكلام اصطلاح النحويين لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر. انتهى الوقت. المهم أخذنا الآن أربعة جانب. كيف؟ لا أخذنا من الأول صح. الدرس القادم فيه تصحيح. بالجر ماذا هو؟ الجر والتنوين والنداء والإسم بالإسم تميز الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. سبقنا في الدرس الماضي أربع كلمات: كلم وكلام وكلمة وقول. فهمتم؟ كم هذه؟ أربع: كلم، كلام، كلمة، قول. فما هو الكلام يا عبد الله عامر؟ طيب، وما هو الكلم؟ من ثلاث كلمات فأكثر كده؟ طيب، وما هي القول؟
يوم الأقدام الثلاث. وما هي الكلمة يا خالد؟ كلمة واحدة الكلام، وهي ما دل على معنى مفرد، وهي ما دل على معنى مفرد هذه الكلمة، يعني غير مركب. مثال الكلام عبد الله، مثاله لا نريد كلاما فقط، ما يصير غير كلام. جاء زيد، هذا كلام، هل نسميه كلمة؟ ظاهر ابن جنية الثاني على الصحيح. لا 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 أقول ولاحظ إن كلامه في الصباح، في الصباح ناس مثل. طيب مثال الكلم إن قام فيه، هذا كلم لأنه ثلاث كلمات، هل يمكن نسميه كلاما؟ لماذا؟ لم يفهم فاعل الثلاثة. طيب إن الله غفور، نقرأ فيه باقي شيء؟ نعم. يقول مالك رحمه الله تعالى، يقول بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم، ومسند بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل للاسم تمييز بهذه الأشياء الخمسة. تمييز عن إيش؟ تمييز عن الفعل والحرف، يعني شيء يميز عن الاسم والحرف عن الفعل والحرف، وهي واحد من هذه الخمسة: الجر والتنوين والندى وأل والإسناد. وهذا كلام المؤلف أن كل كلمة مجرورة فهي اسم، هذا المعنى، وليس معنى أن كل كلمة تجرها فهي اسم، لأنك لو قلت كل كلمة تجرها فهي اسم، جاء شخص وقال أنا أجر ضرب وأقول ضربي، نعم، لكن معنى كل كلمة مجرورة فهي اسم، فهي علامة تبين المعلوم، كما لو قلت العرب علامتهم لبس العمامة، يعني معناها أنهم يتميزون عن غيرهم بذلك، فكلما وجدنا شخصا ذا عمة فهو عربي. كذلك الاسم، كلما وجدنا كلمة مجرورة فهي اسم. وقول المؤلف بالجر يشمل الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية، وقد اجتمعت في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فكلمة اسم مجرورة بالحرف بالباء، وكلمة ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، ولفظ الرحمن مجهول بالتبعية، مجهول التبعية. إذن الجر من علامات الاسم، فكل كلمة مجرورة فهي اسم، سواء جرت بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. والتنوين المعنى كل كلمة منونة فهي اسم، فكلما وجدت كلمة منونة فاحكم بأنها اسم. والتنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلم لفظا لا خطا، نون ساكنة
تلحق أواخر الكلم لفظا لآخر. زيد دن فيها ننسى، هل هي مكتوبة؟ لا. وقال معلمون ونحن في أول الطلب التنوين ضمتان أو فتحتان أو كسرتان، ما تقول في هذا التعريف؟ صحيح؟ صحيح واضح، لأنك إذا قلت النون ساكنة الواحد يدور وين؟ إذا ضمتان أو فتحتان أو كسرتان أوضح. لكن عند التعمق نقول إن الضمتين والفتحتين والكسرتين علامة على التنوين وليس هو التنوين. إذن كل كلمة فيها تنوين فهي إيش؟ اسم، فهي اسم. استثنى بعضهم تنوين الترنم والتنوين الغالي، ولكن لا حاجة يقول المراد بذلك التنوين الذي يكون به الصرف، هذا هو الذي يكون علامة الاسم. والنداء، والنداء أيضا من علامات الاسم النداء. فكل كلمة منادى فهي اسمية، وهذه يمكن أن نقول إن النداء علامة سواء كانت في التركيب أو في التقدير. إذن كل كلمة يصح أن تناديها فهي اسم، وكل كلمة مصدرة بالنداء هي النداء فهي اسم. عرفتم؟ يا رجل كلمة رجل اسم، ليش؟ ها؟ مصدرة بالنداء. كذلك لو قلت يا ضرب، يا ضرب تكون ضرب اسما لأننا ناديناها، ناديناها. وهذا يعني أن عندنا رجل أو أن عندنا رجلا اسمه ضرب، صح؟ فيه اسم يزيد وأصله بن مضاعف، وفيها شمر، شمر وهي فعل، وهي فعل مار، أليس كذلك؟ إذن كل كلمة صح أن تنادى فهي، كل كلمة صدرت بالنداء فهي اسم. وأل، أل أيضا من علامات الأسماء، فكل كلمة فيها أل فهي اسم. المساجد اسم، البيوت اسم، الإبل اسم، الجبال، الشمس، القمر، كل كلمة فيها أل فهي اسم. طيب، ربما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الموصول أن من الأسماء الموصولة أل، وأنها ربما تكون صلتها فعلا في قول الشاعر ما أنت بالحكم الفرضى حكومته ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل، ما أنت بالحكم الفرضى. أل هنا اسم موصول، فالمراد إذن في قول المؤلف وأل ما سوى إيش؟ أل الموصولية، لأن أل الموصولية قد توصل بالفعل. نعم. طيب، ومسند أي وإسناد، فمسند هنا بمعنى إسناد، فهي مصدر ميمي وليست اسم مفعول، ولكنها مصدر ميمي أي وإسناد.
قال ابن هشام رحمه الله: وهذه العلامة عن الإسناد أحسن العلامات، لأن من الأسماء ما لا يقبل إلا هذه العلامة، كل ما يقبل العلامات الأربع السابقة يقبل هذه العلامة، وليس كل ما يقبل هذه العلامة يقبل العلامات السابقة، فهي إذن أعم وأشمل، فكل كلمة يصح أن تسند إليها شيئا فهي إيش؟ اسم. لو قال لك قائل: قمت أتى، هل هي اسم؟ اسم. هل تقبل علامات السابقة؟ لا، لا تجر ولا تنون ولا تنادى ولا تحل بأل، صح؟ طيب، إذن ما الذي دلنا على أنها اسم؟ إسناد القيام إليها، قمت إسناد القيام إليها. فالإسناد إذن هو أعم العلامات وأحسنها لدخوله على جميع الأسماء. والخلاصة أن للأسماء خمس علامات التي ذكرها ابن مالك: الجر، تنوين، النداء، ال، والإسناد، خمسة، وأشملها وأعمها الإسناد. وتأتي المناقشة إن شاء الله في درس القادم. نعم نعم، أحسن. هذه يقول: إن ياء ليست للنداء ولكن لها للتنبيه، وعلى القول بأنها للنداء يكون المنادى محذوفا، والتقرير: يا ربي ليت قومي يعلمون. عرفت؟ نعم، إما أن نجعل ياء للتنبيه أو نجعل المنادى محذوف التقدير: ألا يا قوم. يس. نعم، قال فعل، لو قمت فعل لكن أنت أسر، لأن قمت الآن تتضمن شيء، تتضمن فعلا وفعلا، ونحن نتكلم عن أكثر في قمت. نعم نعم، وهو خلافي، كل كلمة أسند إليها شيئا فهي اسم. أتى الآن أسند إليها قياس. لا لا، من هذا الجملة كلها. طيب، الكاف في قول قائم مثلا: إنك قائم، الكاف اسم لأنه أسند إليها خبر. والله أعلم. طبعا ما في التثنية الليلة، ما في. نعم، الدرس ما لا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي علامات الاسم التي ذكرها ابن مالك رحمه الله؟ نعم، اللي وراء. والإسناد، خمسة: الجر والتنوين والندى وأن والإسناد، خمسة. ما هو أعم العلامات؟ الإسناد. تمام، بماذا عرفنا أن التاء في ضربت اسم؟ الإسناد وش الاسم؟
أسندنا الضرب إلى التاء كذا. طيب الجر ذكرنا أن له ثلاثة أوجه، طيب مستمع في البسملة، أين الذي يجر الحرف من البسملة ولا يجر بالإضافة ولا يجر بالتبعية؟ الرحمن. أحسنت. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. لماذا عرفنا أن أغلالا اسم؟ فضل الله. كيف؟ الله المستعان. بالتنوين. طيب سلاسل ما فيها تنوين، إذن فيها مانع ولا في الأصل منها قابل للتنوين مع أن فيها قراءة سلاسلا وأغلالا. طيب نريد كلمة دل على اسميه أدل على اسميتها الندى. نعم يا محمد، لأن هذه ما فيها ألف ولا فيها تنوين ولا فيها جر ولا فيها إثنان، ما فيها إلا إيش؟ إلا النداء. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان علامات السر، فقال بتا فعلت وأتت بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل جليل. ذكر أربع علامات: بتا فعلت ينجل الفعل أي يتبين، يعني أن كل كلمة اتصلت بها تاء الفاعل فهي فعل. طيب وبتا فعلت يحصل. طيب وبتا فعلتما كذلك، وبتا فعلتن كل. إذا تاء الفاعل من علامات الفعل، وأتت تاء أتت تاء التأنيث، إذا فتاء التأنيث من علامات الفعل، فكل كلمة اتصلت فيها تاء التأنيث فهي فعل ليست اسما ولا حرفا. ويفعل هذه هي المخاطرة، افعلي مخاطر امرأة يأمرها أن تفعل. طيب ويضربي يضرب، ويأكلي فكلي واشربي وقري عين مثلها. إذن ياء المخاطبة من علامات الفعل. الرابع ونون أقبلن، ونون أقبلن، ونون أقبلن هي نون التوكيد، فكل كلمة تقبل نون التوكيد أو فيها نون التوكيد فهي فعل. والمؤلف هنا رحمه الله خرب علامات الأفعال بعضها ببعض ولم يفصل، لكنه سيفصل. فصار علامات الأفعال أربعة التي ذكر ابن مالك: تاء الفاعل، وعبر عنها بقوله لتا فعلت، وتاء التأنيث الساكنة، وعبر عنها بقوله وأتت، وياء المخاطبة وعبر عنها بقوله ويفعل،
ونون التوكيد وعبر عنها بقوله ونون أقبلا، أربع علامات. ثم قال سواهما الحرف، سواهما الضمير يعود على الاسم والفعل، الحرف وهو الذي لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. فإذا سئلنا ما علامة الحرف، نقول علامته أن لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. ولهذا قال الحريري في الملحق ملحق الإعراب: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. نعم، الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. طيب، إذن الحرف ما ليست له علامة، ما لا يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم. واضح يا جماعة؟ طيب، فإذا قلت قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فقد إيش؟ حرف، وقام فعل لأنه قام التأنيث الساكنة، والصلاة اسم لأن فيها التعريفية. ثم قال فعل مضارع يلي لم كيشم. هنا شرع المؤلف في بيان العلامات الخاصة لكل نوع من أنواع الأفعال، وأنواع الأفعال ثلاثة: مضارع وماضي وأمر. علامة الفعل المضارع الخاصة به لم، فكل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. قال فعل مضارع يلي لم كيف. وفي إعراب هذا الشطر إشكال، لأنه قال فعل فبدأ بالنكرة، والمعروف أن البداءة بالنكرة لا تصح، لأن المبتدأ لا بد أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، والنكرة لا يحكم عليها، وجواب أن هذه نكرة وصفت، وإذا وصفت النكرة تخصصت. طيب فعل مضارع يلي لم كيشم، هنا أسأل لماذا سمي مضارعا؟ قالوا إن المضارعة هي المشابهة، والفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في حركاته. فمثلا قائم يشبه في حركاته ايش؟ يقوم. كذلك ايضا اذا قلت يستغفر يشبه مستغفر، فقالوا انه يشبه الاسم، فلهذا سموه مضارعا. وقوله يلي لم كيشم، ايش معنى يشم؟ من الشم، وهو الحافه المعروفه بالانف، يعز القطن. فاذا قلت فلان يشم الريحان كانت يشم فعل مضارع، صارت يشم فعلا مضارع، فعلا مضارع. يقوم فعل مضارع، دخل عليه اللام لم يقم. يضرب فعل مضارع، قل لم يضرب. يفعل فعل مضارع، تقول لم يفعل. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا. طيب، ثم قال المؤلف وماضي الأفعال بالتامز. وماضي الأفعال بالتامز، ايش معنى بالتامز؟ إذن بت جار مجرور ومز فعل أمر، يعني ميز ماضي الأفعال بت. وعلى هذا المعنى نقول إن ماضي مفعول مقدم
لكلمة مثل، يعني ميز ما غير حال بالتاء. اللي مضى علينا يا إخوان تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن. فأي التاءين يراد؟ كلتاهم. فتاء الفاعل لا تدخل إلا على الماضي، وتاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الماضي. وعلى هذا فنقول أل في قول ابن مالك بالتاء أل للعهد الذكري، أي أنها تشير إلى تاء سبق ذكرها، وهي بتاء فعلت وأتت. فالفعل الماضي يتميز عن المضارع والأمر بقبول التاء. ثم قال وسن بالنون فعل الأمر إن أمر قهل. سن بالنون، سن يعني اجعل سمة فعل الأمر، والسمة هي العلامة، اجعل سمته وعلامته النون، لكن قيد فقط إن أمر فهم. إذن فعل الأمر يتميز عن صاحبيه بقبول النون مع إفهام الأمر. انتبه، فقوله بقبول النون، وما مراد النون؟ النون السابقة، فأل للعهد الذكر، والنون السابقة هي نون أقبلن، أي نون التوكيد. يعني فعلامة فعل الأمر قبول نون التوكيد، لكن بشرط أن يفهم منه الأمر. وإنما قال المؤلف إن أمر فهم ليخرج بذلك المضارع، لأن المضارع يقبل من التوكيد لكن لا يفهم منه الأمر. طيب، فيكون القيد الأول سن بالنون يخرج الفعل الماضي، لأن الفعل الماضي لا يقبل من التوكيد. وإن أمر فهم يخرج المضارع، لأن المضارع لا يفهم منه الأمر. انتبه، تميزت الآن الأفعال بعضها من بعض. يتميز الفعل الماضي عن صاحبيه بماذا؟ بقبول تاء الفاعل وتاء التأنيث. ويتميز المضارع عن صاحبيه بقبول لم. ويتميز الأمر عن صاحبيه بقبول نون التوكيد مع دلالته على الأمر، مع دلالته على الأمر. هل تدخل نون التوكيد على المضارع؟ أنا قلت إنها تدخل، ومن ذلك قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب، فإذا قال قائل أليس الفعل المضارع تدخل فيه النون مع الدلالة على الأمر فيما إذا اقترنت فيه لام الأمر، مثل أن تقول لتفهمن أيها الضال؟ فالجواب بلى، لكن فهم الأمر ليس من الفعل، بل هو من اللام. ومراد ابن مالك بقوله إن أمر فهم أي أن الأمر يفهم من نفس الكلمة لا من أمر الخارج. والمضارع إذا فهم منه الأمر في قول القائل لتفهمن، فإنما كانت الدلالة هنا بالله لا من حيث صيغة الفعل. طيب، تميزت الآن الأنواع الثلاثة بعضها عن بعض. ثم قال والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. أشار المؤلف بهذا البيت إلى أنه إذا كانت الكلمة تدل على معنى الفعل
ولكن لا تقبل علامته فإننا نسميها اسم فعل، نسميها اسم فعل، مثل صح بمعنى اسكت، وعف بمعنى اسكت، نعم، ومه بمعنى كف، كذا حيهل بمعنى اقبل، حيهلا، ويقال حي اقبل. فقول المؤذن حي على الصلاة نقول حي اسم فعل أمر لأنها بمعنى أقبل. وهذا البيت ذكر فيه ابن مالك حكم الأمر، أي ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل أمر. فهل نقول وما دل على المضارع ولم يقبل علامته فهو اسم فعل المضارع؟ طيب، وما دل على الماضي ولم يقبل علامته فهو اسم فعل الماضي؟ نعم هو فعل. إذن ناخذ قاعدة هنا، أن ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم لذلك الفعل. طيب، فقوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هذا اسم فعل إيش؟ ماضي، لأنها بعد، معنى بعد. وكذلك شتان ما بينهما بمعنى بعد أيضا، هذا اسم فعل الماضي. ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، اسم فعل إيش؟ مضارع بمعنى أتضجر. وعلى هذا فالقاعدة كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل. طيب، بحث في كلمة صح وما، صح وما، يقول النحويون إن أردت أن تسكته عن كل كلام فقل صهم حتى يسكت عن كل شيء، وإن أردت أن تسكته عن كلام معين فقل صح بدون تنوين، وذلك لأنها إذا نونت صارت نكرة، وإذا لم تنون فهي معرفة اسم فعل لكنه معرفة. فإذا سمعت شخص يتحدث بكلام ليس بجيد قل صح، يعني أسكت عن إيش؟ عن هذا الكلام المعين. فإذا سمعت شخص يتحدث عند نيام فماذا أقول له؟ صحيح، يعني أسكت عن كل كلام لئلا توقد النيام. خلاصة البحث الذي سبق أن للفعل علامات وأن للحرف علامات، كما أن للاسم علامات، وأن علامات الأفعال تتنوع بحسب تنوع الأفعال. فعلامة الفعل الماضي الخاصة به هي التاء، أعني تاء الفاعل وتاء ثانيه التأكيد. وعلامة المضارع دخول لم، وعلامة الأمر نون التوكيد مع دلالته على الطلب، مع دلالته على الطلب يعني على الأمر. هل هناك علامات أخرى للأفعال؟ الجواب نعم، له لها علامات، لكن ابن مالك رحمه الله ذكر نموذجا من هذه العلامات، نموذجا من هذه العلامات يعرف بها الفعل. وإلا فهناك علامات أخرى، مثلا قد من علامات الأفعال لكنها تدخل على الماضي وعلى المضارع ولا تدخل على الأمر. السين وسوف من علامات الأفعال ولكنها تدخل على تختص المضارع، هذه لها علامات لكن لا حرج على المؤلف إذا اقتصر على شيء منها. لكن يبقى النظر في البيت الأخير والأمر إن لم يكن
لو أنه رحمه الله ذكر القاعدة الآن من لكان أحسن، بحيث يقول ما دل على الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم لذلك الفعل. وهذا يشبه ما سبق من بعض المحشين حيث قال في قول ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة، قال لو قال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة لكان هذا أعم، مع أن ابن مالك رحمه الله لا يعترض عليه، لأن الذي يدعو لنفسه ولواحد معه أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة لا يلام، الذي يلام أن يقول اللهم اغفر لي ولا تغفر لغيري كما قال الأعرابي الذي بال في المسجد وذكره الناس ونهاه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه بعد ذلك وقال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من هذا والقدر، إنما هي الصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فقال الأعراب اللهم اغفر لي ومحمد، اللهم ارحمني ومحمد، اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، لأنه يقول ورحمتي وسعت كل شيء. نعم المثال صح. ونزيد الآن الحرف علامته إيش؟ علامته عدم العلامة. وهذا يشبه قولنا أحيانا الدليل عدم الدليل، وقول مؤلف كهل وفي ولم مثل بثلاث حروف منها خاص ومنها هل عام تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، وفي تدخل على الأسماء فقط لأن يعني حروف الجر، ولم على الأفعال على الفعل المضارع خاص أيضا. فالمؤلف رحمه الله نوع الأمثلة ليشير إلى أن الحرف يكون مختصا ويكون مشتركا، والغالب أن الحروف المشتركة لا تعمل وأن الحروف الخاصة تعمل، هذا الغالب في الحروف الخاصة أنها تعمل فيما تختص به، ما يختص بالاسم يعمل بالاسم وما يختص بالفعل يعمل بالفعل، وأما الحروف العامة المشتركة فلا تعمل. ولهذا تجدون كلمة هل تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل. تقول هل تعلم أن فلانا قد بدأ بدراسة الأزياء بن مالك؟ هل تعلم؟ هل أثر في الفعل شيئا؟ لا. في خاصة بالاسم فتعمل فيه، تعمل فيه إيش؟ الجر. لم خاصة بالفعل تجزم. طيب لا النافية مشتركة ولا كل خاصة؟ لا النافية يا إخوان لا مشتركة. تقول لا رجل في البيت ولا امرأة، وتقول لا يفعل فلان كذا وكذا، ولذلك لا تعمل. لا النافية لا تعمل، ولا النافية خاص بإيش؟ بالفعل المضارع، ولهذا تعمل في الجزم، تعمل في الجزم. طيب، وهذه القاعدة أن الخاص يعمل والمشترك لا يعمل ليست هي أغلبية، هي مضطردة، قد يوجد أشياء خاصة ولا تعمل وأشياء عامة وتعمل.